بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس في الحج. الدرس الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وبعد، ليس المقصود من الحج أن تذهب تسافر وأن تقف في المشاعر وتمشي مع الحجاج، ليس هذا هو المقصود. المقصود أن تعمل الطاعات ترجو ثوابها من الله، وأن تتجنب المحرمات تخشى من عقاب الله. فهذه هي التقوى، سميت التقوى لأنها تقيك من عذاب الله سبحانه وتعالى. تزودوا فإن خير الزاد التقوى، تزودوا لسفر الدنيا بالطعام والشراب، تزودوا لسفر الآخرة بالتقوى. والطعام والشراب لا بد أن يكون من حلال لا من كسب حرام. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت، ولكن حجت العير. فالذي يحج بمال حرام هذا ما حج، وإن كان سافر على الرواحل فالرواحل حجت لكنه هو لم يحج. ما حججت ولكن حجت العير. ما يقبل الله إلا كل صالحة، ليس كل من حج بيت الله مبرور. فالبر إنما يكون بطاعة الله سبحانه، بفعل أوامره وتجنب معاصيه، هذا هو البر. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما في الحديث، لكن المهم هنا على نفقة الحج. يحرص الإنسان أن يأخذ معه ما يكفيه ويستغني به عن الناس، ويكون هذا الزاد من مال حلال طيب، ولا يحج بمال حرام. فإنه إن حج به فإنه لا أجر له بذلك، ولا يعتبر حاجا. فعلى المسلم أن يتنبه لهذا الأمر، وأن يعد للحج نفقة طيبة من كسب حلال ليس فيه حرام ولا شبهة، لأنه في سبيل الله عز وجل. الحاج في سبيل الله، والحج جهاد، إلا أنه لا قتال فيه. فيعد له المسلم نفقة طيبة من كسب حلال تغذي تغذية طيبة، وتعينه على طاعة الله وعلى أداء المناسك، تغنيه عن الناس، تطلع إلى ما في أيديهم ومنتهم. هذا هو الذي يجب على الحاج، يستخلص من ماله النفقة الطيبة التي تكفيه ذهابا وإيابا. فهذا هو الواجب على الحاج في النفقة، أن يختار النفقة الحلال من الكسب الطيب حتى تعينه على طاعة الله وتغنيه عن التطلع إلى الآخرين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.